الخاتم في المنام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. اليوم بإذن الله سوف يكون موضوع الفيديو هو تفسير رؤيا الخاتم في المنام. سوف نتعرف على معاني ودلالات ارتداء وخلع الخاتم في المنام لابن سيرين والبدء معه. ففي حال إذا ما رأى الشخص في منامه أنه يرتدي خاتم من الفضة، فإن التفسير ودلالة تلك الرؤية يكون من التفسيرات المحمودة والجيدة، لأن خاتم الفضة في المنام يكون دلالة على البركة والرزق بإذن الله، والله أعلى وأعلم. وفي حالة إذا ما رأى الرجل في منامه أنه وجد خاتم، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يكون أيضا من التفسيرات المحمودة والجيدة، لأن العثور على الخاتم في المنام الرجل المتزوج يكون دلالة على إنجاب زوجته قريبا، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الشخص في منامه أنه يرتدي خاتم من الحديد، فإن تلك الرؤية تكون من الرؤى غير المحمودة، لأن خاتم الحديد يكون إشارة للأحزان أو الأمور السيئة التي قد تحدث لصاحب المنام، والله أعلى وأعلم. وفي حالة إذا ما رأى الرجل في منامه أنه يرتدي خاتم وقام بخلع هذا الخاتم، وكان هذا الرجل في الحقيقة متزوج، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يكون به إشارة أو إنذار لصاحب المنام أنه قد ينفصل عن زوجته قريبا، والله أعلى وأعلم. وفي حالة إذا مرات السيدة المتزوجة في منامها إنها تقوم بخلع خاتمها، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يكون من التفسيرات غير المحمودة، لأن خلع الخاتم في منام السيدة المتزوجة قد يكون إشارة لموت تلك زوج تلك السيدة، والله أعلى وأعلم. وفي حالة إذا ما رأى الشخص في منامه إنه قد فقد خاتم في المنام أو ضاع منه خاتمه، فإن تلك الرؤية يكون لها تفسيرات مختلفة متعددة. من أهم تلك التفسيرات هو إن الشخص صاحب المنام قد يتعرض لأزمة مالية كبيرة، والله أعلى وأعلم. وأيضا من دلالات وتفسيرات ضياع الخاتم في المنام إن الشخص صاحب المنام إذا كانت زوجته حامل، فدلالة تلك الرؤية وتفسيرها إن تلك السيدة سوف يموت جنينها، والله أعلى وأعلم. هكذا نكون قد سردنا عليكم أهم دلالات وتفسيرات رؤية الخاتم في المنام، سواء كان ارتداء الخاتم أو خلعه. عسى أن نكون قد أفدناكم ولو بالقليل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.